مرحبا بمشاهدينا الكرام. اذا من جديد دائما في موضوع النادي الرياضي الصفاقسي وبحضور رئيس الهيئه التسييريه للنادي. هناك موضوع نبيل الكوكي يطرح بقوه هذا اليوم، سواء في عاصمه الجنوب في صفاقس او كذلك في علاقه مع النادي الافريقي وامكانيه الالتحاق بفريق باب جديد. سي جوهر، فما استياء من تصريح الكوتش نبيل يبدو بعد مباراة الترجي، حكاية فيها على الظروف الصعبة اللي يشتغل فيها أو الظروف الصعيبة اللي موجودة في النادي الصفاقسي. ما هو تعليقك؟ وفي هذه الساعة هل أنه تم فسخ العقد أو الطلاق مع نبيل كوكي؟ بالنسبة سمعت بالتصريح تاع سي نبيل كوكي كوتش، احنا مش مسألة استياء ولا غير استياء، الكوتش ينجم يصرح على روحه، معناتها سي با سا لو بروبليم، وما عندناش حتى إشكال مع التصاريح. باقي أنا اللي يمكن تقلقني شوية تقول أني كلمة ثمة مشاكل. تقول كلمة؟ مشاكل. مشاكل. احنا اليوم نادي رياضي صفاقسي لو روتار دو سالير كيلا، إلي لو ميور باغمي تو لي غران كلوب. ما عندناش شهرين روتار دو سالير. على ما عندوش تاخير رواتب شهرين مش حاجه كبيره، وشهر بور لي زيترونجي اصبحنا شهرين على المحليين نطبع مع التاخير في الرواتب. سي جو، فما جمعيات عندهم 5 و6 شهور وفما جمعيات ما نعملهم مشكلتين. واضح. دونك هذوما سو نو سون با باش نوضحوا، احنا قلناها قبل ونزيدوا نقولوا تو باش نوضحوا، اللي احنا بالنسبه لينا اوني ريلاتيفمون معناتها او نيفو في الامور هذه. مقارنة مع الاخرين اموركم الماليه ماهيش يعني. هيك هو الكونتكست اللي عندك، معناتها هيك الكونتكست الجمعيات الكليك وكل شيء، امور الماليه امورنا ماهيش كاري مع الاشكاليات نتاع منع الانتداب مع كذا كل شيء. نادي رياضي صفاقسي عندها هياكلها، عندها رجالها، ما احناش باش نقفوا على شهريه ولا زوز ولا على ثلاثه، ما احناش باش نقفوا على مليون دينار ولا مليون و500 الف دينار نتاع رفع منع الانتداب. دونك هذا معناتها هيستوريكمون عندنا توا عامين 3 سنين يمكن في تورمونت نتاع الشيء هذايا، ما تبقى النادي الرياضي الصفاقسي اللي توجور لا. لكن يمكن نبيل ما يقصدش الشأن المالي فقط، الظروف صعيبه لازم تكون خارج المال، يعني ظروف صعيبه صحيح تاع تأطير او مش عارف او صفقات غائبه. لا يلفو لو بوزي لا كيستيون، معناتها بالنسبه لي هو الشخص ما يقصدش. ما نسألوه لا. صحيح. احنا بالنسبه لنا ما ناخذوش معناتها قرارات ولا حاجه على تصريح ولا غير على تصريح. بالنسبه لي احنا للتوضيح، نبيل كوكي هو مدرب نادي رياضي صفاقسي. للتوضيح تقول لي في للتوضيح سبور انه اليوم نبيل كوكي لا يزال مدرب نادي صفاقسي. بالطبيعه. واضح. للتوضيح، لانه شفنا فيسبوك وشفنا كذا وكل شيء. للتوضيح، نبيل كوكي هو مدرب نادي رياضي صفاقسي، سي اوفيسيال، راني ناكد لكم الشيء هذا. تحدثت معاه سي جور بعد اذنك في هذا الموضوع. في موضوع شنو؟ موضوع لانه هو طرف ثاني في الموضوع، موضوع البقاء او الرحيل، يعني تحدثت معاه اليوم. وعلاش هو شكون طرحه موضوع البقاء ولا الرحيل؟ غير ما تروح. لا هو طرحه ولا انا طرحته. واضح. غير ما تروح. يجب ان يطرح باش نحكيه في موضوع البقاء ولا الرحيل. لازم هو يجي يقول راني انا نحب نحكي في البقاء والرحيل، ولا انا زاد كيف نجي نقول له راهو باش اذا كانوا الموضوع غير مطروح. علاش باش نحكيه عليه؟ كلير كوم كريستال سي جابر، يعني شفاف. الاخلاقيات وانا نعرفه مليح. سي فوزي. نبيل حتى كي يبدا سو كونترا ما يتفاوضش مع جمعيات اخرين، انا نعرف اخلاقياته ونعرفه انسان معناها جدي برشا وما يعملش حاجات. حتى الدعوه من البارك يعني دعوه طموحه بحجم تولي مدرب نتاع الكلوب وهو ابن النادي، يعني لاعب له النادي ليفربول كوك. لازم تكون الدعوه ذي معناها جاذبه. ان شاء الله يكون، علاش لا؟ وش عملنا في سي جور كي هو يكون؟ ما هو سي جور باش يقعد من غير مدرب. انت تو قلت لي على النادي الافريقي، قلت لك ان شاء الله يكون، علاش لا؟ ما قلت لك من اخلاقيات نبيل. واضح. كي يبدا سو كونترا مع ان كلوب ما يتفاوضش مع جمعيه اخرى. جميل جميل، اكيد فوزي رويسي ابن النادي ويعرف ايضا اخلاق نبيل الكوكي ويعرف يعني اللي يدوروا في الساحه. ندخل اكثر في موضوع النادي الصفاقسي بعد خبر تاكيد بقاء على الاقل يعني في هذا اليوم وهذه الاونه من المسؤول الاول على النادي في هذا التوقيت السيد جوهر العذار، بقاء نبيل الكوكي مدربا للنادي الصفاقسي، وهو موضوع لم يطرح بعد
داخل النادي. باش نحكيو على مساله التسئير في هذا الفريق العريق من عاصمه الجنوب صفاقس لمده طويله. السي اس اس يعيش في ثوب الهيئه التسييريه. السي اس اس يعتمد شعار الوقت الذي يدوم، يعني بما انه منذ سنتين تقريبا منذ سي خماخم لا وجود لرئيس منتخب على راس اداره النادي. يوم 20 جانفي القادم هناك موعد لانتخابات تبدو مصيريه لاختيار الرئيس. صحيح سي المخلوفي مرشح، لكن هناك تفاصيل كثيره البقيه في سياق تقرير عصام الزناوي مع مونتاج للزميل مهدي الحفصي. النادي الصفاقسي الفريق العريق صاحب الصولات والجولات محليا وعربيا وقاريا تعقد في السنوات الأخيرة مع أزمات مالية أثرت على النتائج والأجواء داخل هذا الكيل. بعد نهاية تجربته في البطولة العربية منذ شهر أوت الماضي، فريق عاصمة الجنوب تركيزه انصب كليا على المسابقات المحلية. في المرحلة الأولى من سباق البطولة الفريق يحتل المركز الثالث برصيد 19 نقطة. حسابيا وقبل نهاية المشوار السي اس اس متواجد في مرحلة البلاي اوف. بعيدا عن النتائج اللي تعتبر مرضية إلى حد كبير، النادي الصفاقسي ومشاكل التسيير والأمور المادية أصبحت العناوين الأكثر تداولا في الوسط الرياضي. منذ مدة طويلة هيئة تسييرية أمام مشاكل كبيرة مطالبة بسيولة لخلاص اللاعبين للحد أيضا من الديون وغلق ملفات الشكاوي والخطر. في كل مرة تجتمع هيئة الدعم المتكونة من رجالات النادي لجمع الأموال وفض الإشكاليات المستعجلة، لكن لا يستطيع فريق في حجم السي اس اس العيش في ثوب هيئة تسييرية. الوقت هذا محوري بالنسبة للنادي، لأنه كما تشوفوا هناك نتائج إيجابية على مستوى الأداء الرياضي في الكرة الطائرة، في كرة السلة النسائية، في كرة القدم ترشحنا للبلاي أوف، ولكن هناك تهديدات. اشتغلت اللجنة العليا للدعم برؤسائها القدامى وبجميع أعضائها في الفترة الأخيرة على إيجاد حل لرئاسة النادي. المطلوب أصبح هيئة مديرة منتخبة وفق برنامج إصلاح واضح لإعادة الفريق لمكانه الطبيعي. في 21 ديسمبر الجاري تم فتح باب الترشحات لرئاسة وعضوية النادي لمدة نيابية بموسمين. عبد العزيز المخلوفي ينطلق بقوة لرئاسة الفريق مدعوم برجالات النادي وجماهير السي اس اس. السي اس اس يفول سوفي. وانا تعرف اي حاجه نجم نعملها للنادي هذا الصفاقسي نعملها من غير مزيه. شرف كبير لي انا، طلبوا مني باش وافقوا باش نكون في القائمه الجايه ان شاء الله الى سهل ربي نكونوا ليكيب كيلفو اللي باش تكون هي ان شاء الله بعد تسير النادي الصفاقسي لمده عامين كما ينص عليه القانون. يفو روتروفي لاديان نتاع النادي هذا الصفاقسي. النادي هذا الصفاقسي تعاملت باش تربح لي تيتر. تربح لي تيتر محليا عربيا افريقيا. هذه هي نادي الرياضي الصفاقسي نعرفوها. اللجنة العليا للدعم لن تتخلى عن دورها، ستواصل دعم الهيئة المديرة المنتخبة، دعمها بالنصيحة، دعمها بالإرشاد، دعمها أيضا في الأوقات الحرجة أنها تجمع الناس حول النادي، ودعمها ماديا أيضا. الجميع يستعد للاستحقاقات القادمة سواء الانتخابية أو الرياضية مع عودة نشاط البطولة. لكن في الايام الاخيره اطفي على السطح اشكال اللاعب النيجيري اكينيتو اللي طالب الفريق 240 الف دولار، اي في حدود 800 مليون. النادي الصفاقسي يتبرأ من الموضوع ويقول انه فما مشكل في تحويل الاموال، لكن الاشكال اصبح صداع بما ان الفريق اضحى ممنوع من الانتداب في فتره مهم يعول عليها الجميع لتدعيم المجموعه من اجل الظهور بالشكل المطلوب في المواعيد القادمه. على اغرام المدافع الشاب مطلوب بقوه هذه الفتره، أكثر من نادي يرغب في انتداب اللاعب، وحديث عن ثلاثة عروض وصلت إدارة النادي الصفاقسي، آخرها عرض سياسكا موسكو الروسي وقيمته المالية تفوق الخمسة مليارات. أزمة مالية خانقة للسياسيس، في المقابل عرض مغري للاعب والفريق، والسؤال المطروح
كيف سيكون تصرف إدارة السي اس اس في الموضوع. إذن هكذا كانت قراءة الزميل عصام الزناوي، وضعنا في إطار ما يحدث في فريق عاصمة الجنوب والتقديم للانتخابات القادمة يوم 20 جانفي. سي جوهر العذاب عامين ما غير رئيس، احنا شبناه بالمقولة لو بروفيزور كي دور عندكم، أصبح الوقت الذي يدوم كعنوان أولي لهذا الملف الذي يفتح في التاسعة سبور. آخر رئيس هو سي مرصف خماخم من رجالات النادي كذلك، لكن غادر أتذكر في جانفي يوم 22 وقتها كان فما كان وهيجات كان واحدة أخرى، وبين المسابقتين يعني سي اس اس ما غير رئيس، ما هي الأسباب؟ والله الأسباب نجم تكون أسباب عامة، تعرفوا لي سي مرصف خماخم معناتها تقلد مقاليد النادي وما بخلش عن النادي ماديا وأدبيا، في وقت من الأوقات حس أنه لازمته يخرج، خرج في الوقت هذيك ثم كوفيد، بيان سور كوفيد راهو ما تشجعش زمن اضطرابات برشا ناس أنه باش تجي باش تقود نادي رياضي أو ما إلى ذلك، وما تعرفوا الإشكاليات الكل. أوكي. سي مصف السلامي خذا المشعل لمدة معينة، بعده جا سي محمد طرابلسي، بعد جيت في البريود هذه الكليكا. هي بريود صعيبة، علاش بريود صعيبة؟ على خاطر جات العديد من الخطايا بخلاف الالتزامات اليومية للنادي، جات العديد من الخطايا اللي تثبت للنادي في مال الانتداب، معناتها مبالغ يمكن كبيرة برشا سيرتو معناها خطايا مالية أثقلت كاهل النادي بطبيعة. السنة الفارطة يمكن تقريبا أكثر من 4 مليار دويت، تقريبا 6 مليار دويت، مشات خطايا مالية. السنة الماضية السي اس اس كانت عنده 4 مليار دويت واكثر خطايا مالية في يعني موسم رياضي يعني واحد، يعني الاموال اللي تصرفت في الخطايا نتاع منع الانتداب عامناه والوسنا تقريبا راهو سي لو بيجي نتاع عام، معناتها هذم اذا كانوا تصبوا في الاكتيفيتي كوتيديان، معناتها في النشاط اليومي والعادي نتاع النادي، راهو الامور كانت تكون شيء اخر. هذوما ملفات وقت، احنا نادي عريق نتحملوا مسؤولياتنا، هذم ملفات توجدوا لازمتنا نخلصوهم، توجدوا في وقت اكس ايغريك ما يقلقش لازمتهم يخلصوا، هذوما بتعهدات بذمه النادي الرياضي الصفاقس. سي جوهر كان فهمت مليح، هذا فراغ نوعا ما في الاداره الرياضيه وفي الرؤيه وكذا، يعني من اسبابه يمكن يكون الفراغ في التسير بين المعقفين أو الهيئة التسيرية التي لا تمتلك كل الأدوات أو غير مرتخبة، وبالتالي يقع فراغ في الإدارة الرياضية. الملفات هذه راجعة حتى قبل الهيئة التسيرية، قبل الهيئة التسيرية. يعني الهيئة التسيرية قامت باللي نجم تعمل به، الهيئة التسيرية تعرف أنت نظريا. الهيئة التسيرية تسير الشؤون اليومية وتدعو للجلسة العامة. القانون قداش يعطيكم للهيئة التسيرية؟ ثلاثة أشهر. ثلاثة أشهر. ثم وجب الاعداد لجلسه انتخابيه. جلسه عامه، واحنا دعينا لجلسه انتخابيه في شهر سبتمبر، كانت ثم قائمه وحيده، والقائمه ما كانتش مكتمله الشروط وما تمتش الانتخابات. دونك وقع التمديد لفتره ثانيه باش ندعيو لجلسه عامه انتخابيه. كان المفروض انه باش تكون في شهر ديسمبر، تم الاتفاق على تاجيلها ليوم 20 جانفي 2024، بمعنى الهيئه التسييريه قامت بدورها في وقت من الاوقات في فتره صعيبه. والناس اللي خدمت الكل تقريبا معناتها لهم كل الشكر والتقدير، على خاطر ما حطوش النادي الرياضي صفاقس يتيح، النادي الرياضي صفاقس قاعد موجود كما قلت قبل برجالاته بياكلوا، بطبيعه النادي الرياضي صفاقس ما ينجم معناتها يلقى حل للصعوبات هذيا. اون كومونس افوار لو بو دو تونيل، اون كومونس افوار لو بو دو تونيل، وان شاء الله على قريب ان شاء الله النادي الرياضي صفاقس يمشي يتلهب اشياء اخرى خلف الاشكاليات هذه يلي قعدت عالقه وطالت اكثر من لازم. على ذكر رجالات النادي السي جوهر، يبدو انه سي عبد العزيز المخلوفي الذي يتقدم بقائمه عليه اجماع او مرشح ليكون رئيس يوم 20 جانفي القادم.
تؤكد لنا أنها قائمة وحيدة بقيادة سي المخلوفي؟ نؤكد أنه القائمة باش تكون قائمة وحيدة، لأنه ما نعرفش شكون أنا باش يترشح، وثم قائمة اللي تقريبا عليها إجماع كلي. قائمة سي عبد العزيز. سي عبد العزيز المخلوفي. ما عرفش تسمى انتخابات هذا مثال سي. لا سي عبد العزيز المخلوفي. أعذرني في هذا التقييم يعني. لا لا شوف سي عبد العزيز المخلوفي معناها وجه رياضي معروف في صفاقس. تقلد عديد المناصب. جميل. تقلد هيكل السوسيوس، وهيكل السوسيوس شاف في وقته أحسن فتراته. هو اللي أشرف على احتفالات التسعينية، واحتفالات التسعينية نادي رياضي صفاقس، الناس كلها شافت من فريق فرنسا 98 جاء، معناتها كان مهرجان سيتي دي فيستيفيتي كبار ياسر. ايوه هيكل السوسيوس عريق في صفاقس يعني ومؤثر في النادي وناشطين ما شاء الله الشباب. أشرف كذلك على الهيئة العليا للدعم، وكان رئيس الهيئة العليا للدعم، وخرج في شهر أوت اللي فات على خاطر القانون ما يسمحش بدورة ثانية، دورة واحدة. دونك معناتها عليه إجماع كامل، مش على خاطر باش نحكيو احنا توا نقولوا هذه ما عادش انتخابات، هو ما نحبش نقول مناخ. نقصد قائمة واحدة يعني، هذا معناها أنا نتخيل، أنا نتخيل ثم قائمة واحدة، وحتى في آخر اجتماع تاع الهيئة العليا للدعم وكان فيها هيكل السوسيوس حاضر، كانت فيها الهيئة التسييرية حاضرة، تقريبا تمت تزكية هذا الترشح، واللي نقول لك اللي عليه إجماع كامل في صفاقس تقريبا، الرصيد الثقة والرصيد اللي يتمتع به سي عبد العزيز المخلوفي ما يشك في حتى حد، كسوا في رياضيا أو خارج المجال الرياضي، وبطبيعة ما نجمو نتخيلوا كل مستقبل زاهر للنادي الرياضي الصفاقسي بقيادة سي عبد العزيز المخلوفي كرئيس، وسي منذر بن عياد كرئيس اللجنة العليا للدعم. فهمي البرهوم، تفاعلا مع ما قاله السي جوهر، هو سي المخلوفي يعرف خفايا النادي الصفاقسي حتى على المستوى المالي، وكان في لجنة الدعم، ويعني شو رايك في ما قاله السي جوهر حول هذه الانتخابات بشعار التزكية لقائمة واحدة، علما انه احنا في تونس في اخر 13 عام ولينا ان بو الرجيك، معناها ولينا حساسين، لكن الانتخابات اللي تمشي في اتجاه واحد، وهذا ما يلغيش احترامنا للسي عبد العزيز، هناك اجماع على شخصه. رايك في هذا الفورمات؟ شوف هو قبل الثوره كانت رايت تزكيه، ونعرفوا كان معناها لازم يكون رد عليك النظام السابق ويتحط فلان باش يشد الجمعيه الفلانيه، ونعرفوا الاعتبارات. جات الثوره بعد ثم ولات كل الانديه والاتحادات وكل شيء، كل من هو رياضي يصير فيه انتخابات، وشفنا في النوادي التونسيه معناها العمليه الديمقراطيه تمشي بشكل جيد مع الظروف الاقتصاديه والمشاكل. راه مش كان نادي صفاقسي، ثم هيئه تسييريه وحكر على سي اس اس، الترجي هيئه تسييريه حاليا سيد حمد المدب، يوسف العلمي هيئه تسييريه، في الاتوال عثمان جنيه هيئه تسييريه، عديد الانديه اللي كلها هيئات تسعيريه. نفرحوا احنا اليوم اذا كان نلقاو ان شاء الله ويتم تقديم الترشح بصفه رسميه قبل الغلق الباب نتاعو، والنادي الصفاقسي ينتخب رئيس جديد، وهذه حاجه باهيه، وتنجس على منوال وبقيه الانديه اللي عندها توا هيئات تسعيريه. السيد عبد العزيز المخلوفي معناها تقريبا من داعمين تاع السي اس اس، عليه اجماع كبير برشا، والمشكله نعرف في صفاقس والسي اس اس اذا كان ما يصيرش عليك اجماع وتكون انت معناها انسان رابط مع الناس المؤثرين والداعمين تنجح. اذا كان انت تكون انسان ما عندكش العلاقات وبتكونش معناها الناس اللي موجود تو، كيما مثلا سي جاور العبار من الناس اللي كي تم اقتراحه ثم رضا عليه، وذاك علاش تقريبا نعتبر انه الفتره نتاعو حاليا 3 شهور وزاد 3 شهور اخرين تعتبر فيها برشا استقرار مقارنه. كنت حاب نعطيك حتى بالارقام شنو هي الهيئه اللي قبله، شنو صار في الهيئات السابقه. على ذكر كلامك فهمي، من اصعب المهام هو قياده السفينه بالنسبه لسي العذار في هذه المرحله الانتقاليه، معناها قيادة الباتو وقت البحر يكون هايج، ويعلم ربي معناها قداش هايج البحر عندهم في آخر عامين يعني. شوف وهذا يعطي كريدي مريت كبير للسي جوهر وأيضا للسي بن عياد ولكل الرجالات التي أمنت هذه الفترة الصعبة. هو مثلا لو كان ناخذوا الهيئة التسييرية الحالية
اللي يحسب لها انه ثم نتائج تحسن في الكره الطائره في كره السله. منتخب فريق الاكابر هذا بالرغم معناها راهو نحكيو ضعف براسيد بشر نحكيو على الكواليتي كاليتي ما فماش حاجه كبيره العدد موجود لكن صار استقرار ما فماش تغيير مدربين ملي تحط نبيل ملي اتفقوا معاه قعد واصل نبيل وبالرغم اللي خسر مباريات وبالرغم النتائج مشاش وصل العام الا كيما قال لك نبيل كوكي واصل العمل نتاعو. اليوم كان نجي نشوفه تقريبا من 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 السيد مصطفى سلامي حتى خلينا نقول محمد الطرابلسي ونزيدوا هالهيئه هذه تقريبا ثم 9 مدربين الدور على النادي الرياضي الصفاقسي تقريبا في عامين وهذا رقم كبير برشا برشا اجانب وغيره يعني نقولوا انه الاستقرار مهم جزء العيب ما احنا نشكره زاد ثم ملاحظات زاد هو العيب على الهيئه التسييريه مثلا يقول لك يا خويا وينهم ابناء النادي وينهم السبورتيف وينهم الجوارات القدم اليوم علاش ما عندكش مدير رياضي موجود علاش ما فماش مرافق فريق كبير يكون لاعب سابق من يقيم نبيل كوكي شكون الفني اليوم شي يجي يقول نبيل اليوم غلط اليوم شكون شي حاسنا بيل كوكي النقطة مهمة هو الشارع شنو يقول لك اليوم مش فاهم فاهم قريب لك برشا سي العذار وبالتالي السؤال يوصل يوصل في التعسف سابقا مثلا على اسماء كيما بوجلبان دالهوم هناك من سماها تعسف او بسؤال اخرى غياب لاسماء وازنه كانت قدمت الكثير للسي اس اس كيف تجاوب على هذه النقطة اين ابناء النادي او نجوم النادي السابقين شوف ثم كل انسان يخدم في ظروف معينة احنا دعينا في 24 جوان في ظرف معين وانا شخصيا ما كانش عندي برنامج انه باش نتقلدوا المنصب نتاع رئيس الهيئه التسييريه. ملي بدينا في الخدمه شو معناتها في الخدمه؟ سيتي وقتها اخر سيزون اون دوفري كلوتوري اون سيزون مازال عندنا زوز ماتشوات في وقتها قلنا به اون فاكلوتوري لا سيزون ومن بعد باش ندورو باش نشوفو لي كوميسيون لي كوميتي لي بريزيدون دو كوميتي دخلتو من القطار وهو يسير دخلنا في القطار وهو يسير كملنا لي دو ماتش تاع سيزون جاو من بعد زوج ماتشات تاع الكوبا راب يدو في تخو بالعامي جاو ماتشات تاع الكوبا راب جات الكاليفيكاسيون كوبا راب جات خرجت الكوبا راب رجعنا من الكوبا راب دخلنا في الشامبيون عندك دي مباراه الشامبيون دونك تيوريكمون كان عملنا برشا حوايج توا الكرة الطايرة نتيجة الأولى ولكن ما عندهاش رئيس فرع. الرئيس فرع الوحيد اللي عندنا هو في كرة السلة وفي الألعاب الفردية. النادي الصفاقسي في إدارة الفروع ما عندوش رؤساء فروع إلا في الكرة إلا في كرة السلة إلا في الألعاب الفردية. على خاطر الظرف حط الشيء هذايا أنك باش تعمل حابين نعملوا أن ديريكتور سبورتيف ما قيناش ما سمعنا كلام سمعنا برشا نصائح مع الناس ولكن الهيئه التسييريه قعدت هي تجاري في العمل بهذه الشكل سي جوهر ما يسالش باش نكونوا عمليين ونفيدوا المشاهدين شكون يعمل في الصفقات؟ الثلاثي النيجيري اللي صار عليهم كلام كثير حول يعني محدوديه امكانياتهم او على الاقل من عدم خمسة. مشاركتهم هما خمسه وفما ثلاثه عليهم اصابع اتهام واضحه دونك في الاثناء وخذيته ترينو هو يمشي شكون يجي في الصفقات سي جوهر؟ كلمة أصابع اتهام ما فهمتهاش علاش لا 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 نقصد بعض جماهير النادي تقول لك هذوما اللي زيتروجيه ما عندهمش كاليتي مع أصابع اتهام كشعار إعلامي شوف يعني بين المعاقين باش نحكي لك أنا راهو نرجعوا شوية للإستواء خاطر مش كما أنا عشت مش كما أنت تلاحظ توا وقت اللي ترشحنا للبطولة العربية كنا في مالانتي ديب في ظرف ثلاثة ولا أربعة أيام لازم تلقى 800,000 دينار تنحي مالانتي ديب في دقيقة 90 أ زيرور باش تاخو ملاعبية باش تحاول تعزز الرصيد البشري. الوقت كان ضيق. لكن عندنا وقت. لكن عندنا اختيار. لكن عندنا إمكانيات كبيرة في وقتها. بالتالي الصفقات صارت في ظرف حساس يعني. في ظرف حساس وفي يعني ظرف دقيق وفي في وفي وقت قصير قصير برشا برشا برشا. أون أبري شو كي هذي. مالوروزمون معناتها سي والسوق ماهيش يعني مزدحمه ويزمك في الوقت ملايين الدولارات اكيد دونك معناتها هيك اللي اذا كان لي ريكروتمون ما عطاوش الاضافه المرجوه سا بو اريفي بيان سور سا بو اريفي شكون جابهم هذوما معناها شكون اللي قال لك هذوما راهم باهين انت مشيت جبتهم للفوريين هذوما و لا ما اكيد في استشارات عمليه استشارات جانبيه لا 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 لا
الموازيه، وانت كنت اكدتها في الانترفونسيون تاعك في جوهر افهم وقلت موجودين. اليوم ماذا بينا نسميوه؟ هل بالفعل مثلا ناصر البدوي اللي كان يخدم قبل في السي اس اس مازال توا مثلا هو اللي جاب لهم لعبيه ومازال يكزرسي توا؟ خلينا نوضحوا النقطه هذه. هل هو اللي جابهم الخمسه ليفواريين؟ هو اللي قام بالانتدابات؟ هو يدبر عليكم فنيا؟ هذا على الاقل خلينا نفسروها للجمهور. هذا ما يقال للشرع في السي اس اس، هذه المعلومه اللي عندنا. شوف باش نبدا واضحين، بالنسبه ما يقال هيئه موازيه، انا جاوبت عليه قبل ونزيد نجاوب عليه توا. نادي الصفاقسي ماهيش ملكيه، ما يملك حتى حد. كل انسان باش يعين في النادي الصفاقسي مرحبا به. ثم لاعبيه سابقين عام بالراي، ثم لاعبيه سابقين سميهم لنا ميسير. نجم نسميهم لك، نجم ما نسميهم لكش كيف كيف، معناتها سيت نجم منهم ناصر البدوي، ما ثمش حتى اشكال، ثم برشا ناس عانت، وثم كيف كيف ناس هي اللي كانت قبل خدمت شويه على البروجي سبورتيف وواصلت معنا، واللي هي عندها الشرعيه نتاعها. هذوما ناس اعضاء في الهيئه العليا للدعم، هذوما ناس اعضاء في هياكل النادي، هذه ناس الدعم، الدعم ماديا والدعم ادبيا. اذا كان اللي دعم ماديا ودعم ادبيا نجي نقول له انا لا ما تعينش، راهو ما يصيرش حتى في حق الجماهير. وفما اللي دعم استشاريا زاد، وفما اللي دعم استشاريا. وعلى فكره دونك يعني النادي عندهم ليجيتيميتي، عندهم ماذا بيا نزيد نوضحها. المشروعيه بالطبيعه انا اذا كان نتعامل معهم كرئيس نادي دونك انا نعطيه المشروعيه، وانا نختار انه باش نعطيه المشروعيه بريميرمون. دوزيامون الناس اللي ديما تنقد وتقول راهو ثم موازي وما كذلك، نقول له اجا تفضل خويا عيد اعطيني انت شو عملت. يعني كان ما تلقى الا النقد، تعاطي اعلامي فقط والانتقاد، الا النقد والا يعني النقد والانتقاد. معناتها راهو شوف في الرياضه هيكل رياضي، مانيش راني لا هيكل مؤسساتي ولا هيكل سياسي. ما نجمش انا يقف ملاعبي قديم ولا كذا كليك يعطي راي ونقول له لا سامحني راك ماكش انت فونيت با ما اوفيسيال، راهو ما تعطيش رايك. ما نتخيلش انا توا معناتها تبارك الله ملاعبي بكل شيء، اذا كان يجي وباش يعطيو راي في النادي الافريقي الجامعه نتاعهم باش يجي يقول لهم لا يا خويا انت باش تعتبر موازي لا ولا كذا. لا لا وعلى فكره مثالش نعطيك راي شخصي سواء ناصر او غيره، لانه فهمي يعني طرح هذا الموضوع في تفاعل مع الشارع الرياضي في صفاقس. بالنهايه كابتن ناصر لبس مريول السي اس اس وقدم خدمات جليله، بقطع النظر عن العلاقه التعاقديه موجوده او لا مع النادي والاستشارات. بالنهايه يعني لديه مشروعيه هو وغيره من اسماء التي قدمت يعني خدمات للنادي الصفاقسي، بقطع النظر عن هو موجود رسمي او غير رسمي، يعني بقطع النظر. وكيف اعطى الراي نتاعو؟ مش معناتها راهو في اي موزي، راهو ساعه ساعه يعطي الراي ونقول له سامحنا الراي نتاعك هذا راهو يلزمك. هو على فكرة ناصر يعني في الإدارة الرياضية ما شاء الله عليه، يعني تعاملت معه حتى كزميل في البلاتوات. يعني ناصر نحييه بالمناسبة، لكن معناها عنده خبرة. ما تعرف خالد الكرة في تونس كلها أوراق وكلها خبرة وتعاطي مع الناس وشاطر، يعني الصوره شاطر في هذا الجلب عليه. خدم في السي اس اس ونجح في عديد الانتدابات، هذا ما حدش اشتغل قبل ونجح فهمني في احسن فترات نجح فيه من نادي الصفاقسي، سواء من 2005 للفتره نتاع ناصر بدو 2014 15 وين فما نجاح لنادي الصفاقسي والقاب لو كان موجود، وصل حتى لعب بالنهائي تشامبيونز ليغ وجاب لاعبين باين حتى وقت اللي كان لاعب. حتى حد ما ينكر القيمه نتاعو في يعني في النظره نتاعو كتكنيسيان، لكن الحقيقه الانتدابات هذوما ما نحكي عليهم، ما عادش شكون جابهم، لكن الانتباه تاع الموسم هذا لا لا هذه حقيقة هذه حقيقة هذا لازم حاجة لازم تقال. ما نعرفش شكون اللي جابها بالحقيقة، ما عنديش معلومة ثابتة. هو قال لك الخمسة الليبواريين جابوا من نصر. فوالا دونك استشارة من نصر. يعني واضح كيفاش فوزي؟ مانيش باش نتكلم. لا انتم حاضرينك على ملف الافريقي. فهمي خالد، خالد فهمي حسن. لا انت مو نخبيوك. تعرف واحد يخبي السر ماك تعرف. نخبيوك لملف النادي الافريقي على اتحاد اللي بعد قليل سنطرح موضوع الاقاله في الحديقه. مازالوا محورين اثنين سي جوهر، بعد اذنك نتمنى اجابات سريعه. اللاعب الاجنبي منع الانتداب وقصه 800,000 دينار اللي مشات للبنك وما وصلتش، وانترديد ريكروتمون العبره بالخواتيم. وتوا على مشكل تاع اللاعب اكينيتو كان تحدثنا عليه. احنا اذا كان انترديو دو ريكروتمون موش ملف اللاعب اكينيتو، ملفات اخرين. اللاعب اكينيتو هذايا صدر قرار بيان سور هو ملف قديم ما كانش عندي عليه علم. جويليا. صدر قرار في 10 جويليا يلزم النادي الصفاقسي باداء مبلغ 240,000 دولار.
240,000 دولار. دولار. دولار أمريكي. حكم البداية ما كانش في طريقه في عديد الأشياء. ومن الأصل جمعنا برشا مؤيدات يلي كانت عندنا لشانس كبيرة ياسر أنه باش نربحوا الملف نتاعنا في الاستئناف. قمنا بالاستئناف في الأجل. وما تعرفوا تحويل المبالغ بالنسبة لمصاريف الإجراءات ولا خطايا الإجراءات تقوم بهم الجامعة التونسية لكرة قدم. اللي احنا نحولوا لها الفلوس، الجامعة تحول لها الفلوس. والجامعة عندها أمور إدارية بينها وبين الوزارة. هناك مسار باش تاخذ الأوتوريزاسيون. بروسيدور. فوالا أون بروسيدور، من بعد تحول الفلوس. والجامعة كانت على علم وإحنا حولنا لها الفلوس من تاريخ 6 أكتوبر 2023. وطلبت منا باش نطلبوا التمديد. وطلبنا التمديد. والجامعة كان عندها العلم وأنه آخر أجل لتحويل هذه المبالغ كان نهار 26 أكتوبر. وقعدنا نتابعوا ونراسلوا بيان سور نحرصوا على الملف نتاعنا. وحتى الأمور والإجراءات اللي دارية كنا نحكيوا فيها في الأخر تولينا احنا القيام بها. ومشكورين في وزارة الشباب والرياضة تقريبا كان تعاطي مع الملف في وقت قياسي في نهارته كل شيء صار. يعني الوزارة ساعدتكم وردة الفعل أمور مع رقبتها حل حلت الموضوع. وقت اللي تاس تكلمك تقول لك وين الفيرمون، راسلنا الوزارة، راسلنا الجامعة، قالت راهو أنا عملت أورد دو فيرمون نهار 25 أكتوبر، معناتها الفلوس عندك 15 يوم، تعملت لو فيرمون لو 25 أكتوبر. المشكلة مش فيرمون. هذه لازم تحويل الفلوس للبنك الاجنبي، لازم سويفت. سويفت ما جاش. اتوا باش نشوفوا، اتوا باش نشوفوا، كل نهار نهارين نبعثوا تاكد لخروج الفلوس من البنك التونسي للبنك الاجنبي على الصعيد الدولي. في الاخر بالكل نهار يتبين وانه الفلوس هذه تحولت نهار 10 نوفمبر. والبنك اللي يتعامل معه الجامعه التونسيه كره قدم يقول وانه وقالوا عطل فني، عطل فني 15 يوم. ومدد البنك هذا مد الجامعة التونسية كرة القدم برسالة اعتذار. واضح. رسالة الاعتذار هذه احنا وجهناها للتاس. على اعتبار قلنا نستعملوا هاشي ك إجراءات إدارية وتأخير. كحالة تاع يعني قوة قاهرة. التاس ما قبلتهاش وأنه حالة تاع قوة قاهرة، قالت ما أنا ما نهضمش وأنه بنك. واضح. 15 يوم ما يبعثش فلوس. حاليا واضح تعطل في الإجراء الإداري. حاليا نادي الصفاقسي ممنوع من الانتداب. مش من الملف هذا، من ملفات سابقه. من الملفات السابقه. باهي، نقطة أخيرة. على غرام لعب البارح آخر مباراة بقميص السي اس اس ضد الترجي في الهزيمة 1-0، وبعد الكان قد يكون في فريق آخر سي اس كا موسكو، هل فما عقد؟ نعم. أنه كلام إعلامي يعني. ما زالت مباراة أخرى ضد المستير. نعم. مازلت مباراة أخيرة ضد المستير. نهار السبت. نهار السبت، مازلت مباراة أخرى. أي هو دونك مباراة أخيرة. لعلاء. لا لا مازلت مباراة أخرى مش أخيرة. مازلت مباراة أخرى. زيد ماتش آخر. زيد ماتش آخر. مازلت ماتش آخر. أنت قلت قبل ما يمشي للمنتخب يوم 2/1. إن شاء الله. يوم 2 جانفي. باهي. بعد المباراة هذه الجاية شو وضع على غرام؟ بعد الكوت ديفوار إن شاء الله يرجع سالم محسن مضمن كيما ولاد جلال الكل. رجع باش يرجع لصفاقس. ولا ماشي لبرد البطوله الروسيه سي اس كا موسكو او لفريق اخر هنالك عروض. ما جيت من صفاقس ومسافه طويله نحبوا نخرجوا بسكوب عاد سي جوهر. لا هنالك عروض واطلاله ما شاء الله مميزه يعني نحبوا نخرجوا بحويج. هنالك عروض، العروض كلها بصدد الدرس اللي هي سي اس كا موسكو و ثم زينيت سان بيترسبورغ، ثم سي اس كا موسكو، ثم فريق من اوروبا الغربيه. من اوروبا الغربية. والعروض كلها تحت الدرس. مازلنا ما اوروبا الغربية مثال اسمه قبل كانت الاريفاس جوهر. هاي. يعني احتمل الكروزيتي نتاعنا وهو شغف اعلامي. اوروبا الغربية معنا المانيا وكذا فرنسا ايطاليا مثال. مش بعيد. مش بعيد. اسبانيا. مش بعيد. تركيا. بلاد من البلدان اللي سميتهم يمكن. اوكي نحوس للمشاهدين الكرام على غرام النجم الجميل للمنتخب الوطني التونسي ونادي الصفاقسي
عروض من سيسكا موسكو، من زينيت سان بيترسبورغ، وفريق يمكن ألماني أو فرنسي على اتحاد. نعطيك منك ما تلزمش تعطيك. وقتاش تاخذوا قرار؟ وقتاش تاخذوا قرار؟ وقت اللي تتم المفاهمات ككل، خاطر احنا راه ما نقشوش كون شاء الله الجمعيه برك، نقشوا على الجمعيه ونقشوا على الملابي. وما يخرج في الشتاء معناها. في الشتاء يخرج معناها في الميركاتو هذا يخرج. ثم امكانيه كبيره. أيوة. على الموضوع هذا ينجم يحسم من طرف التسييريه وعدم انتظار انتخاب قائمه سي المخلوفي يوم 10 جمعه. ما يقلقش انه يحسم في وقت التسييريه ولا في وقت صحيح. احنا في اطار تواصل. للذكر وانا اللي سماني كرئيس هيئه تسييريه هو سي عبد العزيز المخلوف في وقت اللي كان هو رئيس لجنه الدعم، معناتها راهو خاطر نحكيو على عرض يقترب من 1.6 مليون دولار 1.6، نحكيو تقريبا على اكثر من 5 مليارات. باهين باهين تيجيو توصيل. كنا قبل صرحنا في على 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 امواج الاذاعات وقت اللي قالوا وقت اللي قلت ما جاتنا 700 و800 الف وما بعناش، وقلت راهو يسوى اقل شيء 1,500,000 اورو. وكلامك طلع صحيح. وان شاء الله يجيب اكثر. لا ان شاء الله يجيب اكثر. اه معناها هناك هدف اللي يعني مبلغ اكبر ان شاء الله. جميل. صحيح. باه مع البوناني مع نهايه السنه يجي المبلغ في وقته. سي جو العذار شكر لك الحضور معنا كاول ضيف في هذا الموسم الجديد للتاسعة سبور. رئيس الهيئة التسييرية للنادي الرياضي صفاقسي، الفريق اللي نحبوه الناس الكل واللي كما قلنا يجي لتونس للعاصمة في مباراة كبيرة ويمتع ويبهر، ونحبوه يرجع كما كان نادي صفاقسي اللي كان هذا الرقم صعب في البطولات العربية وفي بطولات الكاف. يعطيك صحة ونستناوك في مناسبات قادمة إن شاء الله، وتحياتي للسي المخلوفي ونتمنى له حظ سعيد. شكرا لكم وشكرا على الاستضافة، وإن شاء الله كي نأكد كلامك وأنه سي عبد العزيز المخلوفي قال في اجتماع وانه يحب يرجع لاديان دو سي اس اس، يحب يرجع راهو ما احناش باش انه باش تربح مباريات معينه باش تكون باش ما هو زاد كيف راهو البطوله نتاعنا وهذه بلاي اوف وبلاي اوت وكل شيء برشا حوايج لازم يتحكى فيها. اما نادي رياض صفاقسي لازم يرجع يلعب الادوار الاولى ولازم يرجع يلعب على الصعيد الافريقي، وان شاء الله وان شاء الله الايام تكون باهيه. وديما نقولوا عاش النادي رياض صفاقسي، ملحوظه صغيره، النادي رياض صفاقسي اليوم حقق مكسب لانه فتح اكيد اكيد كيف لا انه فتح مغازه جديده في صفاقس مول، في المول نتاع صفاقس. نشكر بالمناسبه اداره صفاقس مول اللي مكنتنا من المغازه هذه، اليوم تم التدشين نتاعها. اليوم تدشين الستور الجديد، المغازه الجديده للنادي صفاقس، جديد هذا مكسب جديد بإدارة من السوسيوس اللي كيف كيف قاموا بعمل حرق قاعدة في باش عمل المغازة هذه، وإن شاء الله ديما الإنجازات تكون على الدوام في نادي رياضي صفاقس. كيف لا سي جور، وهو فريق كما قلنا المرحوم حمادي العقبي، مختار ذويب، وإسكندر السويح، وسامي الطرابلسي، وصولا إلى على غرام، وبينهما يعني نجوم تلالأت وقدمت إضافة كبيرة حتى للمنتخب الوطني التونسي. نشكرك على هذا الحضور. تحبش تقول لنا الفريق الثالث قبل ما نودعوك سي جوار؟ سيسكا موسكو، زينيت او ولا الرابع؟ اي اعطينا الثالث والرابع. فير بلاي وجنتلمان يعني سي جوار العذار، ما شاء الله يعطيك صحة، بارك الله فيك. شكرا. نبقى دائما مع تغطيات التاسعة سبور بعد ملف النادي الرياضي صفاقسي وهذا الوقت التأثير الوقتي الذي يدوم، وبعد 20 جوفي يعني سيصبح تسئير نهائي برئيس منتخب. بعد هذا سنفتح ملف النادي الإفريقي وإقالة المدرب سعيد السيبي.
إذا النادي الإفريقي وبلاغ رسمي منذ يومين يفيد بحسب إدارة النادي الاتفاق بالتراضي بين الطرفين الفريق وسعيد السيبي على إنهاء مهام المدرب. يتولى الإدارة الفني المساعد أحمد الطويري ومحمد حاج علي يتولوا المهام إلى حين الاتفاق مع مدرب جديد. الخبر مقدس والتعليق حر، وهكذا كان الخبر بالنسبة لإدارة النادي الإفريقي. إقالة في الحديقة وخالد المولهي، حان وقت سيد فوزي الرويسي. أنا حتى من اسمه يعني بسامعه في المرشحين، يعني إلى أين وصلت الأمور. شرف، شرف نعم كبير. شرف كبير، شرف كبير أن يدرب فوزي الرويسي النادي الإفريقي. هو أنت راك متهم بالغياب على فكرة، يقولوا فوزي ديما غايب وباه بدلال، يعني مثالف بحسب صوت جماهير الإفريقي والنقاد. يمكن المولهي والبرهومي يقول إيه أنا غلط ولا معناها، كي تقول فوزي الرويسي وعادل السليمي أو يعني تقول نجوم هادي بياري خالد تواتي، تقول طاهر شيبي يعني الله يرحمه، يعني تقول نجوم صف أول في تاريخ رمات السلام تاع الكلوب. علاش غايب سي فوزي؟ معناها نحكي في السنوات الأخيرة، هل هو اختيار من الفوز الرويسي؟ لا لا لا، ماهوش اختيار. ما كانتش الفرصة موجودة. ما كانتش الفرصة موجودة. يظهر لي أنا ما عنديش فكرة لاعب ولد الجمعية، وفما كومبيتونس، فما حتى كي تكون لاعب قديم وجمعيتك يلزم تكون متكون وتكون الشهائد الشهائد تكون موجوده في التدريب باش اللي تخول لك باش تدرب فريق كبير كيما النادي الافريقي. هذا كل التواضع سي المولهي من فوزي الرويسي. قلت لعبت في الكلوب ولد الكلوب 6 أو 7 مواسم في الاكابر ولد النادي. فوزي شوف، فوزي تاريخه مش انا باش نحكي عليه، لكن نعرف الفوزي زاد عنده الأنفة. الأنفة ممكن هذا جميلة منك الأنفة هذه. لا، أبناء النادي الإفريقي جنرال مو عندهم الأنفة. أوكي، ممكن العباد يراوها يعني ما يدقوش الباب نتاع البارك للحضور في ستاف أو خدمني أو با خدمني. يعني قلت لك ديجا فوز الرويسي عادل السليمي تاريخهم كم لاعبية كبير في كمدربين متكونين وعندهم تجارب، يعني بصراحة هما يعني كان عندك دو بول دو جوار هكا يعني محبوبين، انت ما فيها باس دق عليهم الباب واضح وتكبر بهم، واكيد الاضافة نتاعهم مضمونة، انا هذه حاجة متأكد منها. ونشوفوا شو اللي صار ايضا لحساب الجولة الأخيرة من الرابطة المحترفة الأولى بالملعب التونسي والنادي الإفريقي، لأنه في هذا الحدث تعبى الكأس كما يقولوا، وبعد هذه الهزيمة الثانية على التوالي في الدوري هزيمة الكلوب، بعدها يعني كانت القطرة التي أفاضت الكأس، وتم التخلي على سعيد السيبي رغم أنه البلاغ يقول الاتفاق بالتراضي. 2-1 للملعب التونسي اللي واصل سلسلة عروضه القوية، تعادل مع الكلوب ذهابا، فاز في الإياب، واستاد عمل مباريات كبيرة في هذه المرحلة الأولى للرابطة المحترفة الأولى. فهم الملعب التونسي الحقيقة من خير الفرق الموجودة في الموسم هذا، تزيدوا حتى المستير في البول الأخرى تعمل فيه شيء عجبرة، والمستير تبركلة زاد الملعب التونسي في البول هذايا مش مفارقة أنه تعدى للبلاي أوف، عمل 5 انتصارات من التالية، سليمان بيجا بن قردان قفصة كمال النادي الإفريقي. اليوم عنده أقوى خط هجوم مش من فراغ، 18 هدف. اليوم عنده دو بيوتور، اليوم هيثم جويني وبلال مجري مركين 5 أهداف. تأكيدا يعني لكلامك فهمي، جدول الترتيب يشير إلى صدارة في الملعب التونسي 23 نقطة، يلي النجم الساحلي 21 والنادي الإفريقي 18. هذا الثلاثي في هذه الآونة متأهل إلى مرحلة التتويج البلاي أوف، وطبعا وراهم الاولمبي البيجي، اتحاد بلقردان، قوافل القفصة، ومستقبل سليمان. صحيح موسم صعيب لمستقبل سليمان ويتذيل الترتيب، وهناك مواضيع مهمه في هذه المجموعه الاولى، صداره استاد او كذلك مساله البونيوس، نقاط الحوافز كيف ستوزع بين الاتوال والكلوب على الاتحاد.
ولا نكملوا في الملعب التونسي الستاد تونيزيان معناها راه مش من فراغ الشيء هذا، ثم خدمه ثم انتدابات عملناه ولا تم انتدابات وثم عمل، لكن الامور ما مشاتش على المستوى الرياضي. ممكن مسؤولي الستاد اللي موجودين حاليا جينيراسيون جديده من التسيرين في الستاد تونيزيان بقياده سي محمد محجوب، مشكلتهم كيفاش تدير الازمه هذه قوه المسؤول. الملعب التونسي وصل السنه معناها عمل دو ديفيت دو نول بعد ان بون ديبار، كان جات في وقت هيئات اخرى راه تم اقاله الدو، وهنا الاستقرار الفني انه الدو مع عمناو الجاي كان كمنفض يعني تشيد باداره الازمه او اداره المباريات السلبيه. لهنا اليوم انت عامل ملعب التونسي فزت السيزون عامل دو ديفيت دو نول، هنا ولا حديث نحي نحي الدو وبدل وشنو هذا، لكن الاداره كانت رزينه خلات الدو هو عامل توا خمس انتصارات متتاليه ورقه ولو لقى روحه متصدر الاول في البلاي اوف بالارقام هذه الكل، وشفنا الاستاد يفرج وشفنا الاستاد معناها رابح مباريات وعن جدار الحقيقه فريق متفائلين به برشا انه مش عملنا بلاي اوف مزيانه. اقاله سعيد السيبي قبل ما نرجع للموضوع مع فوزي الرويسي وخالد المولهي، الاسباب وشو المطلوب بالضبط في هذه الاونه من مدرب لاكابر النادي الافريقي، بينما الفريق مترشح للبلاي اوف، الفريق قام بصفقات جيده اكيد بالتنسيق مع اداره النادي وعنده افضل افكتيف يمكن في اخر 10 سنين، الفريق في صداره مسابقه كاس الكونفدراليه، شنو المطلوب من سعيد السيبي وما هي اسباب الاقاله؟ المسيرة بالأرقام لسعيد مع فريق باب جديد، التفاصيل مع مالك ساسي. نوفمبر 2022، سعيد السيبي مدرب الفريق الجديد خلفا لبرتران مارشان. 26 ديسمبر 2023، تجربة السيبي مع الفرقة تنتهي بنهاية مباراة السياء والملعب التونسي. 405 يوم لبن الدار على رأس الإطار الفني للإفريقي، تراحت فيها النتائج بين الإيجابية والسلبية. في الموسم الفارط السيبي قاد الإفريقي في 30 ماتش، 26 في البطولة بواقع 14 انتصار و7 تعادلات و5 هزائم، والحصيلة مركز ثالث أهل الإفريقي لمسابقة كأس الكاف. في كأس تونس 4 ماتشوات والمحطة تنتهي في نصف النهائي ضد الأولمبي الباجي، عثرة خلات أصوات النقد تتعالى في حديقة منير القبيل. مع بداية الموسم الحالي هيئة العلمي تواصل ثقة في مدربها رغم المطالبة بتغييره. بداية الموسم كانت مثالية في كأس الكاف، الفريق يتجاوز باهير دار في الدور التمهيدي ويحجز مكان في دور المجموعات اللي غاب عليه 6 سنين. أربع مباريات 9 نقاط ومركز أول، وبنسبة كبيرة الفريقي باش يخوض الأدوار الإقصائية. في البطولة الأمور كانت على ما يرام إلى أن جاءت خسارة الكلاسيكو ضد الإتوال، وبعدها الهزيمة الثانية ضد الملعب التونسي باش تعكر الأجواء وترجع استمرارية المطالبة برحيل سعيد السيبي. إدارة السياء ما ترددتش، مباشرة بعد لقاء باردو تعلن القطيع مع السيبي في انتظار تعيين مدرب جديد. من حيث الأرقام برشا يشوفوا أنه نتائج السيبي مع فريق باب جديد كانت محترمة، وحتى الأداء تحسن في بعض المواجهات، إلا أنه البعض الآخر كان ينتظر أكثر من الفريق، خاصة بعد الانتدابات الكبيرة اللي قامت بها هيئة الأحمر والأبيض في الميركاتو الصيفي. اليوم الإفريقي بنسبة كبيرة في الدور القادم من كأس الكاف، ومصيره بين يديه من أجل التواجد في البلاي أوف، إذا كيفاش باش تكون خصائص المدرب الجديد، خاصة وأنه جماهير الإفريقي تطالب بلقب الموسم هذا؟
مالك على هذه القراءة الدقيقة. 13 شهر فعلا بين سعيد السايبي والنادي الافريقي من نوفمبر 22 الى ديسمبر 23 انتهت العلاقة وسط ضجيج جماهيري كبير. فما خالد شكون يقول انه جماهير الافريقي كانت تطالب منذ مدة برحيل سعيد السايبي، فما شكون يقول هل الجماهير تؤثر الى هذه الدرجة تولي تنحيلك مدرب بينما الفريق متأهل بلاي اوف متأهل كاف واحيانا على بعض المباريات قدم افضل عروض له في اخر 10 سنين. كيفاش تشوف الموضوع سي مولي؟ ما ننكروش اليوم الجمهور عنده كلمته عنده تأثيره، لكن في الكام تاع سعيد السايبي ما تصورش الجمهور برك، لانه صار تقييم المرحلة كاملة من البلاي اوف نتاع الموسم الفارط للبدايه نتاع الموسم هذا اللي وصلوا للهزائم. دونك بعد تقييم شامل نتصور اللي الاداره الفنيه نتاع النادي ارتأت اللي ممكن باش يولي باش يدخلوا في ريسك، وهذاك علاش صار التغيير، لانه عايش نقول كلمه ريسك لانه حسب رايي الافكتيف الموجود قادر انه يعمل خير من هكا الحقيقه، قادر انه يتفادى بعض الهزائم. ولهنا المشكله نتاع سعيد اللي في بعض الاحيان كان عنده سوء تقدير للمنافسين نتاعو، نذكر ممكن الفريق نتاع اللي انهزم ضده النادي الافريقي في الدور الاولاني في الكاف، يعني فريق الاثيوبي 2-0 خارج القواعد، بعد الفريق ضد اللي لعب له الاسبوع الفارط في نيجيريا كيف يعني يريناه في تونس كيفاش اللي الفوارق كبيره ياسر. ما نحبش نحكي على كيفاش خالد عنده 3-4 في الكاف اللي حكيت عليه، معناها عنده 3 انتصارات في 4 مباريات، معناها ولات الهزيمه مثلا في نيجيريا اللي اتفاعل معك كارثيه الى هذا الحد انه فريق رابح 3 مباريات من 4 في مجموعه الكاف وينتقد على مباراه واحده، يعني ما عادش نصبر على تعادل على خساره خالد. شوف لانه كما قلت لك الجمهور يرى اللي عنده فريق قادر انه يربح حتى فريق نيجيري في نيجيريا على ما هو افضل، لانه موجود اللي نحبوا اليوم فما واقع اللي الفريق فيه ديكاليتي فيه لاعبين عندهم مستوى جيد، دونك مش مسموح لك كنادي الافريقي انك تخسر ضد فريق من الكلاس السابع ولا الثامن في نيجيريا والا فريق ماهوش معروف في اثيوبيا. دونك ديما يعني تكونت فكره ان الفريق لازم يكون ما بين الصفوه ما بين الفرق اللي تنافس وبشده ما غير المطبات هذوما اللي شوف في كل فريق مهما كان وقت اللي تخسر اكيد الفرق الكبيره باش يكون عنده تاثير وباش يكون باش يكون جماهير متغشه وهذا اللي يخلي يكثر الضغط وهذا اللي يمكن يخلي الفريق ما يعرفش يتعامل مع المباريات اللي بعدها، لانه كي تشوف النادي الافريقي دخل في سيكل نتاع هزائم زوز هزائم في يعني ما بين بطوله وكاس الكاف بعد الى اونشيني والله الى اونشيني بانتصار ومن بعد عاود يرجع الهزائم. دونك وريك اللي الفريق ينجم يدخل في كريز لو ما يصيرش ما يصيرش التغيير، وهذا ممكن اللي النظره نتاع اداره النادي ترى اللي الي توب ويسك اللي عنده تراف طويله شويه نتاع شهر ولا اثنين باش يصير تغيير. هذا من غير ما ننقل الحقيقه راه لازم فما حاجه اخرى تقال اللي سعيد السايبي راه طير 13 شهر خدم خدمه كبيره ياسر، خذا الفريق في وضع صعيب عدى البلاي اوف بدا به الموسم، لكن في بعض الاحيان وقت ما تمشيش الكوره معروف شكون يخلص الفاتوره. فوزي انا خالد زيد يقول لك خدم خدمه كبيره سعيد. لا يظل لي انا سعيد خذا ليكيب في دي كونديسيون خايبين صعاب خدم على روحه، يظل لي ريزولتا بوزيتيف اللي في بدايه الموسم خلاو معناها طموحات الجماهير نتاعنا كبيره برشا، هذاك علاش معناها الهزيمه خارج الديار مع انه النادي الافريقي قدم مستوى كبير وكان ينجم معناها ينتصر في المقابله، خلى ردود الفعل معناها تكون صعيبه شويه مع سعيد. نتمنى له النجاح ماهيش نهايه العالم، نهايه العالم مدرب، كل مدرب كيبدا يخدم ديما فليشته حاضره في كل وقت ينجم يمشي على روحه، لكن فما حاجه ماهوش سعيد المشكله الوحيده اللي موجوده في النادي الافريقي. ماهوش سعيد السايبي المشكله الوحيده الموجوده في النادي الافريقي، هناك اشكاليات اخرى. وبالتالي هكاك نوليو نغطيو عين الشمس بالغربان او المدرب ضحيه. بوكي بيسار يقول لك كبش فداء هذا معتمد به في كرة القدم. يعطينا اشكاليات اخرى فوزي، ما هو لازم ننور جماهير النادي الافريقي، شيل الاشكاليات الاخرى انت عندك مشروعيه بتاع لاعب سابق. ما ندخلوش فيها
تو بار اكزومبل ماتش ستاد تونيزيان معناها لو سيناريو معناها ليديال بور ان انترونور تدخل رابح واحد بلاش تنجم معناها في هكذا ضيعت بول تويت وتسجل هذاك علاش بالضبط معناها خلقت زوج ولا ثلاثه فرص باش تماركي الدوزيام بيوت تقبل هدف معناها في نهايه الشوط في نهايه الشوط فما ملاعبيه في المقابله هذيك ما كانوش في المستوى ما كانوش اللي ما عطاوش المستوى المتعودين به يظهر لي زاد حتى الملاعبيه عندهم اون بار معناها في لي ريزولتا الاخرانيين الاكستيريور والا ضد ستاد تونيزيان والا ضد ليتوال فما دي فوت دو بلاسمون عند كيلكو جوار في سورتو في ماتش ليتوال على البالاريتي في ماتش ستاد تونيزيان في الدوزيام في البونتو الاولاني معناها حتى كان له مدرب مشى يلزم المدرب اللي جاي يعرف اللي راهو عنده خدمه في الفريق واضح حسني. قوس صفاقسي في وسط ملف افريقي ملف الكلوب قوس صفاقسي في عوده للحوار اكيد يعني التفاعل مع الحوار اللي دار بحضور رئيس الهيئه التسييريه سي جوهر العذار وطبعا قراءة فهمي البرهومي حول صفقات النادي الصفاقسي عصام تقول لي معنا مهندس هذه صفقات ولا المستشار الرياضي اللي هو نجم سابق في الكرة التونسية وهو نجم جميل طبعا بقميص ترجي رياضي ويشرفنا خارج الحدود كي نقولوا هيثم عبيد اللي عنده علاقة قوية مع الكوت ديفوار ومع فريق سان بيدرو وهو مدير رياضي اعتقد في هذه الاونه هناك. يا سيدي فرحانين بسماع صوت هيثم عبيد. مساء الخير هيثم. مساء الخير. مع السلامه حسني شو احوالك لاباس عليك؟ مرحبا يعيشك مرحبا بك وانا شخصيا سعيد اللي سمعت صوتك بعد كل هذه السنوات. مرحبا يا هيثم. بارك الله فيك. عايش نحب نهنيك بالبلاتو. ونحب نسلم برشا على فوزي عندي برشا ما حكيتش معاه عسلامة فوزي شنو حكيت؟ عسلامة عيث لاباس عايش خالد كذلك زاد نسلم على خالد على كل حضور الأخ فهمي والسيد جوهر العذار رئيس الهيئة التسييرية للنادي الصفاقسي نسلم عليكم الكل مرحبا شرفنا يا هيثم شرفنا والله مرحبا أنا بكل لطف حبيت نتدخل نتبع في البرنامج هو والله ما نحبش جو با بوليميكي نحب بكل لطف معناتها فما نقاط للتوضيح في على مستوى اللاعبين اللي في نادي الصفاقسي اللي هما من اف سي سان بيدرو والحق انا عندي برشا نتبع في الاعلام في تونس على مستوى الراديو على مستوى البلاتو تقال برشا حديث على اللاعبين نتاع اف سي سان بيدرو دونك حبيت توضيح انا كما قلت لك سون بوليميكي اخ حسني جو فو معناتها نعمل اون ميزو بوان. اول حاجه السيد الاخ رئيس الهيئه التسييريه توا قال لكم اللي الكونتكست نتاع الصفقه كيفاش تمت الصفقه النادي الصفاقسي كان ممنوع من الانتداب وكان وقتها المدرب هو الكوتش حسام البدري دونك الاتصالات وقعت والانتداب ديال الناس الكل تعرف اللي كان ناصر البدوي دونك سانسيان دو كلوب تاع سي اس اس ومدافع شرس تاع نادي صفاقسي ويحق له انه معناتها كان وقتها في الكونتكست هذاك باش يدخل خاطر سي اس اس ما كانش محضر ان بلون ا ولا ان بلون بي لانتدابات كانت عمليه سريعه كذلك البطوله العربيه تسمح للانديه التونسيه باش تهز ان نومبر ابارامون ايليميتي نتاع ايترونجي دونك وقع اتصال بالسيد محمد علي حشيشه رئيس جمعيه اف سي سان بيدرو اللي هو بجهه صفاقس كلموه مع توخيال من صفاقس رجال اعمال زملاء وكانت في صوره ان بارتناريا معناتها دونك نحن في تونس شراكه بين الناديين ولينا براتيكمون وي تفضل هيثم تفضل قلت لك يعني شراكه بين الناديين نحن في تونس بحكم معارفنا وشويه الكره اللي نعرفوها وشويه الاكسبيرونس اللي عندنا ولي جوار اللي حطيناهم معناتها في المستير معناتها وقاع مساعده وتصلوا بينا الوخيين دون سو كونتكست لا دونك نحب نحكي على اول حاجه اللي طلع معناتها بروفيل نتاع لي جوار اكسبيريمونتي واللي هما معناتها متقدمين شويه في العمر
اللي هما كونستون كومي لاكسيال اللي هو سون فالور سور معناتها حتى فوزي يعرفوا مليح تنجور انترناسيونال لوكال دوبوي معناتها سون جوناج في كوت ديفوار وحتى مشى مره في الليست نتاع ليكيب ا نتاع الكوت ديفوار ويلعب في رجيج خاطر عمل تجربه في نادي رجيج تجربه كانت ناجحه لولا العام الثاني الاصابه نتاعو وكل بلاطو في تونس نوهو بمستواه وستين فالور سور معناتها داير مشى للبطوله العربيه وكان المردود نتاعو ممتاز ممتاز جدا رغم اللي ولادنا هبطوا معناتها هبطوا بطريقه معناتها متسرعه خرجوا باكونس هنا في الكوت ديفوار عملوا شهر و10 ايام باكونس انا لي روبلوندر وهبطوا لصفاقس معناتها كيك معناتها مزروبه الحكايه ورغم ذاك قدموا مردود محترم معناتها في البطوله العربيه خاصه كونستان كومي باشاده من كل الملاحظين ولكل الرياضيين هيثم هيثم حاجه بعد اذنك دي بيرونجي دي بيرونجي معناتها سي لو بيتور معناتها لو بيتور نتاع الموسم الفارط 2022 2023 في الكوت ديفوار مارك 14 بوتو جميل ستانجور معناتها تري بيان فورمي وعمل باركور كبير هنا في اسي دي بي في الكوت ديفوار ومن بعد تبع دي زاجون معناتها ما عملوش ما اختاروش معناتها ثنائي باهي لقى روحه في عود يمشي لبلجيكا لقى روحه في بوركينا فاسو الى راتي اون دو سيزون وان لا ريكوبيري معناتها في اول عام معنا مركز سبعه بونتو الموسم اللي فات هو هداف الكوت ديفوار وانا معناتها فما تحفظ هو كل شيء انا عندي اوفر من الوداد البيضاوي عندي اوفر اكريت ان بريمير اوفر من عند الوداد سان بروفيل معناتها مير بيتير نتاع الكوت ديفوار تعرفوا بس كل البروفيل هذا مطلوب في بارتو برشا نوادي عندها الفلوس وعندها الامكانيات والبروفيل هذا ما تيحيروا باش يلقاو دونك سيتي لو مير بيتير نتاع الشامبيونا ايفواريان ودايور ناصر انا نقول ناصر باش ناصر بدي وقت اللي تكلمني انا جيتي اون فاكونس مانيش حتى في الكوت ديفوار وهو كان في البيرو لاتاكون هذايا مع لاجون نتاعو ونحنا نحنا مع البريزيدون ديليغي نتاعنا في البيرو قاعدين نتفاوضوا مع سيمبا عطاونا اوفر باريكري وقاعدين نتفاهموا مع الملاعب كلمني ناصر قلت له راهو سي امبوسيبل ناصر راهو سي بريسكو في قال لي خليني نحاول قال لي ناصر خليني نحاول عطيته رقم نتاع الملاعب نتاع لاجون نتاعو اتصل بهم هما في البيرو نتاعنا ولقى حل مع الملاعب وسمعوا هو لاجون نتاعو لقى معاهم حل وهبطهم سي تان بروفيل اللي معناتها من بعد الملاعب ينجح ما ينجحش يتوظف مليح ما يتوظفش هذاك حاجه معناتها ما نجموش اون لا ميتريز كابتن هيثم بدري بعد اذنك بعد اذنك هيثم باش ما يكونش مونولوج واحنا فرحانين اللي انت معانا بعيدا حتى على موضوع الصفقات الاجانب لانه التوانسه في سان بيدرو في الكوت ديفوار موضوع شيق وموضوع يشرف حتى على مستوى التمثيل التونسي الرياضي خارجيا. بعد اذنك خلاصه القول هيثم باش ما يكونش يعني مونولوج ونفيدوا الناس نتفاعلوا معك. خلاصه القول حسب تقديرك واحنا عندنا ثقه عمياء في اللي تقوله انت لانه نعرفوا مصداقيه هيثم عبيد ونجوميه هيثم تقول لنا انه الصفقات ماهيش بذلك السوء لكن يمكن سوء التوظيف او الظرف الخاص نتاع النادي الصفاقسي. متفق معي انه جماهير النادي الصفاقسي هي اول من يعني انتقدت حضور هؤلاء وبالتون دو جو حتى بتوقيت اللعب ما همش يلعبوا اللي باهي فيهم يكور يلعب في ربع ساعه يعني متفق معي على هذه النقطه واحنا متفقين معاك انهم نظريا بقيمه فنيه. متفق معي هيثم؟ لا بالطبيعه متفق معاك كي نشوف توا ان بريمي بيلون معناتها حتى اربع اشهر من بعد معناتها لو تون دو جو اللي خذاوه ماهوش كبير. نحب سامحني اخ حس خاطر سمعت انا برشا تدخلات قبل ما حبيناش نتدخلوا نحن. نحب نقول لك حاجه من الاخر نبدا لك. اف سي سان بيدرو في الصفقه هذيا الى حد الان تعرفش خذينا نحن فلوس مع عند سي اس اس؟ انا نتوقع صفر مليم يمكن. في اطار المعاملات التونسيه صحيح صحيح التوقع على الحشيشه لو بريزيدون تاع سي سان بيدرو كان في نطاق بارتنيريا مع سي اس اس اكثر حاجه يعاند سي اس اس في الظرف هذاك مازالوا نهارين ثلاثه باش تسكر ماركات وماشي للعربيه السعوديه سي دي بروفيل اي نقول لك معناتها قاع توظيفهم في ظرف باهي في كونتكست باهي واضح ينجموا يفيدوا واضح ومش خاطر ما نشحوش نجم نسمي لك الناس تبع في الفوتبول في اوروبا نسمي لك عشرات الملاعبيه لي كلوب يعملوهم وما نشحوش ولو بيلون يتعمل كي تاخذ لعبه ثلاث سنين انت
ينجم يعمل البيلان بعد عام ونص، بعد عام تعمل ان بيلان، ماهوش بعد اربع شهور تعمل ان بيلان هنا ولا ان كونستا ونقول اللعبه هذه نجحش ولا نجح ولا ما نجحش. الصوف يتباع برزانه صحيح صحيح. انا كي نشوف مثلا خلينا نقعد في المهاجم ديدي بيرانجي، انا ما نتفكرش فلت جوج بونتو مثلا، فلت بونتو اللي تي سان بيتو في فلتو، مي انا ما نتفكروش توا في الباس اللي عملها مع السي اس اس فلت اهداف. دونك هو ستان فينيسور تاع بوست معناتها انغرا البيتور بوست تاع كاردو دي بيت تاع ستان بوست انغرا الكارديان يغلط تلقى روح الكره في الشبكه. واضح. معناتها كومباري معناتها صحابه يخدموا وصلوا الكره كي ما ماركيش تبان معناتها هو ما ماركيش. لكن انا ما نفكرش دي بيلونجي معناتها فلت بونت اثنين ثلاثه ما نفكرش انا. واضح هيثم. على كل حال كانت يعني تساؤلات الشارع الرياضي في صفاقس في علاقه مع اضافه الصفقات من عدمها. هيثم مادامك في سان بيدرو الفريق والأكاديمية اللي ملأت الدنيا وشغلت الناس على خلفية تكوين اللاعبين والتوانسة اللي غادي لأنه فما هيثم عبيد وكان فما أيضا فوز رويسي وكان فما أعتقد خميس العبيدي طبعا وقائمة جميلة والتوانسة في الكوت ديفوار سي دي زومباسادور يعني سفراء خمس نجوم حتى في مجالات أخرى يعني على مستوى التصدير والتوريد وكذا. فوزي جميل أنه نسمع صوت هيثم عبيد. خليك معنا هيثم، خليك معنا باش نسلم عليه برشا باش نعدي لك. فوزي فوزي كان وي فوزي الممرن اللي لا بريمير سيزون تاع سان بيدرو في البريمير ديفيزيون خذا الفريق بعد تسعة جولات ما كانوش معناتها تسع جولات ما كانش فيهم حتى انتصار. فوزي عمل تروا فيكتوار دو سويت ومشى بالفريق للمرتبه الثالثه في الموسم هذاك كمل معناتها السيزون بأريحية. الموسم الثاني بتاعه على راس الفريق من اول الموسم عمل لاول مره ان بلاس افريكان فريق اف سي سان بيدرو. الباساج بتاعه كان تري ريوسي. من بعد فوزي اختار معناتها ثنية أخرى، نحب نوجه له تحية ونشكره على العمل الكبير اللي عمله في اف سي سان بيدرو كما سميت أنت سي خميس العبيدي حكيم البري كذلك طارق الجاني كل ممرين هذوما المعد البدني الدريدي السبيتي كل الفنيين قاموا بخدمة كبيرة هنا في اف سي سان بيدرو الحق. هاي ثم السؤال الأخير، ما هي الأجواء هناك في سان بيدرو؟ وانت تحدثنا من ارض الكان من ارض الامم الافريقيه بما ان الكوت ديفوار بعد قرابه ال 15 يوم باش تحتضن هذه النسخه الجديده من الكان، شنو هي الاجواء عندكم؟ والله اجواء نتاع بلد يحتضن قريبا كاس افريقيا، اكسيتاسيون كبيره بارتو وين تمشي، تحضيرات كبيره. نتصور انا باستعادة كوب دافريك معناتها متألقة وناجحة برشا، محضرين كل شيء قرينا حسابهم الديتايل الكل، انغومون بوبولير كبير برشا حول الكان هذايا. نتصور حتى البلاد على مستوى الرياضي وكرة القدم في حاجة أنها تتطور بعد الدورة هذايا باش تستعمل الانفراستركتور اللي تبناو الدورة، خاطر قبل الكان هذايا كانت الانفراستركتور الحق معناتها أكيد أكيد. يتحدث على المنشآت الرياضية والمسابقة هي فرصة لتطوير البنية الرياضية وهذا ساري المفعول في الكوت ديفوار. فهمي هو بوضوح هيثم يدافع على صفقات من سان بيدرو، اتضح الأمر في النهاية أنها يعني بالمعقفين زيرو مليم تفاعلا مع الوضعية المالية للنادي الصفاقسي، وبالتالي يعني با زيرو مليم يعني فما نوع من الاتفاق باش ما نقولش صفقات مجانيه، لكن فما مساعده من سان بيدرو. وبعدين هيثم عبيد يضيف لكي يقول لك صفقات يلزمها شويه وقت باش تحكم على لاعب اجنبي، وهذا لا يمنع انت اعتقد اعطيت خبر انه من كان هندس الصفقات يعني كانت قصه خبريه يعني. هو انا نحكي المعلومات اللي قاعده تداول والصفقه هذه اللي معناها ثم برشا جدل عليها وبرشا كلام وحتى تعطى شيفر اللي هي 150 الف
ألف دولار قيمة الصفقة نتاع خمسة ملاعبية هذوما. بو أنا ننزه هيثم ومانيش باش نتجادلوا معاه، معناها نعرفوا إنسان يخدم على روحه وربي عينه من الكفاءات التونسية الموجود في إفريقيا، وزاد فريق سان بيدرو اللي الحقيقة ببرزق البرشا توانسة ويخدموا على رواحهم وربي عينهم. وسان بيدرو مش من فراغ، راه جا برشا ملاعبية دخلهم البطولة التونسية آخرهم أومارو، وبرشا ملاعبية تعداوا بسان بيدرو أومارو وبرشا وبرشا والترجي حاليا وعثمان وترا وبرشا ملاعبية. أما راه عمري ما ريت أنا خمسه ملاعبيه صحوا ليله صلاله وبعد تو نجي نشكروا فيهم ونقولوا كان جاوا الناجحين راهو نجحوا على رواحهم. الحقيقه انا ما نجمش ندخل في شان نادي سفيقسي من داخل، لكن الصفقه اثارت كثير من الجدل، وماذا بينا كان ثم كونتراتوات وثم فلوس وثم امور يفرشوهم ويوريهم حتى جمهور نادي سفيقسي باش يبدا فيهم هل الملاعبيه هذوما قداش جاوا، كان ثم دينار ولا دولار تدفع فيهم خليه يفسروا وكاهو. انا حاسس ما نتصور اذا هيثم خال معنا زيرو مليم معناها ما فماش فلوس في الصفقة. مش نحكي على هيثم، راهو انترميديير يا فوزي، ثم انترميديير، ثم انترميديير، ثم انترميديير مع دار السياسة. انا نعرف العقلية في سان بيدرو وعشت معاه، معناها يلسوفي يحبوا يبلاسيو ملاعبي باغ اكزومبل على خاطر الاهداف نتاعهم ابعد ما انهم باش ياخذوا فلوس في وقت التفريط بملاعبي. ديما يخموا البعيد الملاعبي يلعب في فريق في تونس ان ترومبلان باش يمشي لبرا، فما بورسنتاج من بعد معناها يخدموا على المدى البعيد. وسان بيدرو ماهيش مشكلتها فلوس. نفهموا من بعد شكون خذا الفلوس؟ لا اكيد واضح خالد. نعود للنادي الافريقي باش ما يتغشوش علينا كذلك جماهير الكلوب بعد ما تحدثنا على السي اس اس امزح طبعا. سعيد السايبي بعد هذا القوس مع هيثم عبيد، وكما قلنا يعني هيثم يعطي صحة لتدخل معنا واوضح نقاط مهمه. سعيد السايبي 13 شهر اقاله بعد بلاغ كما قلنا رسميا هو بالاتفاق، لكن في عوده للاسباب والمسببات اللي بديناهم معاك ومع فوزي ومع فامي، فما شكون يقول تصريحات سعيد اضرت بمكانه في الافريقي نتاع من باب حمزه ربحنا وحده في علاقه مع النجم الاطوال حمزه زلاصي، ولا كي تبدا الكلوب في نهارها ما تربحها حد. وهذه التصريحات ايضا ابار بعض اللوم على عمليه يعني توظيف اللاعبين. بون نجم نحكي فيه اكثر اللوم على توظيف اللاعبين، لانه تصريحات صحيح قلقت برشا الراي العام، ولا الراي العام نقصد جمهور النادي الافريقي، لكن خرج واعتذر. دونك ما دام اعتذر لا لوم عليه، ونعرف المدرب راهو كيبدا اشو ساعات يقول حاجات من بعد فوالا من بعد يستوعبها ومن بعد يمكن يفكر. ديجا قلت الاسبوع الفارط من المستحسن ساعات المدرب يبعث الجوان اللي هو يكون ارزن يعني يرى الماتش ممكن بطريقه احسن. المدرب يبدا على الـ على الـ على الخط نتاع التماس، يكون متشنج ديريكتومون بعد خمسه دقائق ولا 10 دقائق تعطيه الميكرو، نجم يغلط يقول الكلام اللي يتفهم ولا يتاول. على كل قلنا اعتذر سعيد وفال الموضوع، لكن نحب نحكي في الموضوع نتاع سوء استغلال بعض اللاعبين. انا نشوف بصراحه فما لاعب كيما حمدي العبيدي تظهر بصراحه فوزي عارف ستان اتاكون ما نجمش معنا جوار دو كولوار حمدي تاع بوكس. لا وانت والتناقض وين؟ قبلها باربع ايام لعبت افيك دوز اتاكون ضد الفريق النيجيري، وكان المردود نتاعو به ورا هو والمجموعه انه فما تخلقت ديزافينيتي حتى بسيستيم لعبته مره ولا اثنين. دونك تعاود تحطوا حمدي فما كيلكو جوار اخرين والله سورتو سورتو قلت انا موضوع الفيلم تاع حمدي فوزي الخطر كريناه الماتش استاد لعب على الكلوار شعمل فهمني ابار انه هجوميا ما يلقاش روحه لانه لاعب الكاليتي نتاعو في البوكس من ستان فينيسور تعطيه الكوره غاديك نجم يتصرف، اما كي تولي هو يعمل في رول تكتيك ويتبع في الارير دروا ويجري يعمل روبلي ديفونسيف دي وقتك حطك باش تعطي الكوره داير الفرصه اللي ضايعها ريتو منين جاي؟ لو كان لو كان جاي موجود هو في الكونتكست في الريجستر نتاعو كان نجم يسجلها. دونك بصراحه هذا ممكن من الاشياء سيتان جوار نتاع سيرفاس نتاع نتاع فينيسور. الاشكاليات الاخرى فوزي ابار عمليه التوظيف قلتها قبل العوده فما كيلكو جوار الاشكاليات ماهيش كبيره بار اكزومبل. انا قلتها قبل قلت العرفاوي سيتان جوار دو كولوار ما نجمش يلعب في الوسط
حمدي كيف كيف، حتى حمدي سي تانا تاكون دو بوانت، هذيك بلاصتو في الكولوار. وقلتها زاد لهنا، قلت راهو معناها ماهوش يلعب في المكان المحبذ الحمدي العبيدي، كيك المستوى نتاعو باش ينزل، وما لعبش برشا مقابلات حمدي، كان ينجم ياخذ فرصه اكبر من اللي خذاها مع سعيد. شكون ترى فوزي رويسي رجل المرحله القادمه في الكلوب؟ اي اسم اللي قادر باش يحسن النادي الافريقي، محلي ام اجنبي؟ لو كنت مسير وسحب قرار في هذه الاول، عندنا من المحليين من التوانسه اللي قادرين معناها باش يرفعوا من المستوى نتاع النادي الافريقي، باش يحققوا معاه نتائج ايجابيه، القاب، وحتى مدرب اجنبي في الفتره هذه نجم يكون معناها اختيار في محله. وانا متاكد اللي باش الاختيار باش يكون صائب من اداره النادي ان شاء الله. يعني عندك ثقه في اداره النادي في هذه الاونه اللي تجاوز الازمه بقياده يوسف العلمي، يعني لايجاد العصفور النادر؟ يعني ماهوش عصفور نادر، على خاطر مدرب كفء، مدرب قادر، معناها خاطر النادي الافريقي اسم كبير، مدرب كفء وقادر معناها باش يهز الفريق معناها الى بر الامان، ولو انه معناها النتائج ماهيش كارثيه، معناها متواجدين في المرتبه الثالثه، متعدين البلاي اوف، متصدرين في البطوله الافريقيه، ماهيش نتائج كارثيه، لكن الطموحات نتاعنا بعد البدايه الموفقه كانت كبيره برشا. سقف الطموحات ارتفع عالي جدا. ان شاء الله يكون مدرب في المستوى، نتصور وبتاكد اللي باش يكون في المستوى، يكون تونسي يكون اجنبي ماهيش مشكل. المساعدين ينجموا يكونوا من اولاد الجمعيه، ينجموا يكونوا معناها عندنا مدربين اكفاء زاد اولاد الجمعيه اللي نجموا يعاونوا ونجموا يكونوا موجودين. كما القلصي فهمي البرهومي باش يكون هو مدرب افريقي وقتيا، ياخذ المشعل في مباراه سليمان طبعا مع الطويري وحاج علي، وفما اسماء يعني لسعد الدريدي متداول، نبيل الكوكي كلامات، لكن رئيس النادي الصفاقسي على الاقل يعني فند بانه لا يزال في السي اس اس، فما لسعد الدريدي وفما حتى اسماء اخرى. شوف لسعد الدريدي عنده كونترا مع اهلي بنغازي ويدرب ويخدم على روحه. نبيل كوكي كما اكد لك رئيس النادي قال لك يخدم على روحه ومازلنا حاجتنا به، اللهم تصير تطورات من هنا لمن بعد الجوله الجايه. المدربين هذوما كلهم سو كونترا. انت قلت الوقتي هو الذي يدوب. كمال قلسي خذا المشوار على في عاد هيئه وقت التسييريه، خذا على منتصر الوحيشي وكمل الى الى اونشيني، على مارشون، على مارشون سامحوني، على مارشون، على برتران، على برتران مارشون والى اونشيني، وبعد هز كاس تونس وقتها كان روندمون كبير برشا، تحسن وجه النادي الافريقي ونجم يكون بون شوا كمال قلسي. ولو انه حتى كيف جاء شرط على هيئه النادي الافريقي قال لهم بعدوني على الفريق الاول ما تدخلونيش في الفريق الاول، هذا كان الشرط نتاعو باش يوافق على العرض، قال لهم خليني في لي جون وفي الصغار، ومشروع كبير قاعد يخدم فيه كمال القلسي. دكتور كمال ديما يحب يشتغل في الاكاديميات وفي الفورماسيون ويكون هو الاداره الفنيه، لانه هو مكون بالاساس، لكن زاد وقت اللي كيخذا المسؤوليات حتى في الترجي وفي النادي الافريقي سابقا الا ونجح. باش نحكي كلمه على سعيد، مشكله سعيد هو باش يمشي طول شنو المشكله نتاعو. سعيد خذا النادي الافريقي راه وقتها راهي امور صعيبه برشا، راهو النادي الافريقي وصل حتى معناها حسابيا معني بتفادي النزول وقتها، ورجع الفريق وبعد طلع بلاي اوف في الاخر، كمل تروازيام يلعب كوب دلاكاف ولعب حتى نفس على البطوله عم ناول باش برصيد بشري محدود، صار الميركاتو هاو بدا الحساب على سعيد. اليوم عندك ملاعبيه كيما احمد الهمامي توه يلعب في الكلوب، لعب طريف، حسام السويسي ما التو لا يعرف البوست نتاعو وين يلعب، هو بيفو سونتينيل ما يعرفوش وين يلعب، بيكورو ما التو لا فاهمين وين يلعب، يحيى المطيري يسمعوا به سمعان الملاعبي هذا، اصابه غايه الصغير دخلت الحسابات. اليوم النادي الافريقي نشوفوه يقول لك هجوميا لم يتطور، ولات عنده مشاكل دفاعيه لكلوب افريكان، ماتش ريفرز، الماتش نتاع الستاد، ماتش ليتوال، يعني كي تجي تحسب انت تلقى الفريق ما تطورش، دونك يلزم هنا التغيير، يعني مشكل الفني بالاساس في توظيف الملاعبيه والفريق لم ما تحسنش. انا باش نقول سعيد خلى الشعب في الاخر خلى الفريق يلعب بلاي اوف، ديجا النادي الافريقي باش يترشح بلاي اوف ويكمل المشوار نتاعو، خلى لك الفريق في المجموعات في الكاف 9 نقاط، وهو بالنسبه لي دخل تاريخ النادي الافريقي تحب ولا تكره الاسامي الكبيره، بفضل النادي الافريقي سعيد السيبي يعدي في الكاف برو، وهذه راهي مهمه برشا وهذه سان بريفيليج من النادي الافريقي لسعيد السيبي. انا ما نجم نقول كان سعيد بالعام والشر و8 ايام اللي عداهم في النادي الافريقي، لانه
يتحسب له العام وشهر هذا وثمان ايام اللي عداهم، عمل فيهم نتائج محترمه، عمل باساج تاريخي في الرجيش والناس الكل تحكي بيه الباساج نتاعو، عمل مانتيان مع باجه في ظروف صعيبه. يظلي في كارير مدرب ما نجمش يتمنى نهايه سعيده كيف هكا مع النادي الافريقي، ما خرجش مطرد، خرج بقدره باتفاق وخلى الفريق في نتائج طيبه. يظلي واضح كان هذا ملف النادي الافريقي واقاله سعيد السايبي والاسماء المطروحه يعني قدمناها في بلاتو التاسعة سبورت. سنتقدم في البرنامج بينما نقترب من النهاية أكيد، والمادة مهمة اليوم يعني الأكتو والقصص الخبرية متسارعة في هذه الأيام. سننتقل من كرة الرجال إلى كرة السيدات كما وعدنا المشاهدين والمشاهدات. ما عندناش كان منتخب الرجال في الكان، عندنا كذلك منتخب السيدات ونساء تونس نساء ونصف كما يقول الشاعر. ومنتخب السيدات تأهل إلى كان المغرب 2024 في الحقيقة تغطية خاصة من أولاد تسعة لبنات المدرب سمير للدولسي، والتفوق على الكونغو ذهابا وإيابا وانتزاع بطاقة التأهل لكأس أمم إفريقيا. شريط التأهل من خلال الثنائي أنيس موسى وسارة بكوش. اثنين نتيجة مطمنة لكن ما فيهاش كل شيء عن سفرة صعيبة. البنات يزم يخلطوا في صحة جيدة غاديكا وإن شاء الله القادم أفضل نحافظ عليها نتيجة وقدرة ربي لاباس. اليوم ورينا سور تيران اللي احنا حاضرين باش نكونوا إن شاء الله في الكوب دافريك، أما مازال ما تلعب حتى شيء. شفتوا اليوم ربحنا قبلنا زوز بونتو على أخطاء، إن شاء الله في الروتور نصلحوا الأخطاء هذه وإن شاء الله بإذن الله نترشحوا كوب دافريك. دينا الماتش شوية كومبليكي على خاطر عندنا دي زوكازيون، اما الدرنيغ باس ناقصه شويه جوستيس وشويه هكاكا، وبعد كي ماركينا الاول بونتو انا ماركيتو اون سي ليبيري شويه. ديجا بونتو الاول ام تشي كافوياج وكره طلعت الا مشات تحطها بالراس، وانا ريتش هتجي نتوش دي بال عملتها ريبريز دي فولي اللي كارنو فوزي بونتو باهي وزين برشا. Thank you.
الحمد لله فرحانين، احساسي كما احساس اي طفله معناتها تنجم تكون موجوده في ليكيب ناسيونال، وحتى مش موجوده اي فوتبالوز يعني موجوده في تونس ماذا بها تكون معنا اليوم وهذا رايت البلاد ومترشحه كوب دافريك، ومسؤوليه كبرت علينا بقدره ربي يعني الفيكتوار هذه والكاليفيكاسيون هذه ما تزيدنا كان قوه باش نزيدوا نخدموا بها ونعملوا اوبجيكتيف اكبر برشا من اللي وصلنا له في الكوب دافريك اللي فاتت، وبقدره ربي بالامبيونس الموجوده توا عندنا نوصلوا لبعيد ان شاء الله. المسؤوليه بالطبع كان اللي فات البنات كانوا ما يعرفوش الأجواء أول مرة يترشحوا، مشينا عملنا ريزلتات سما باهية، المرة هذه بتبيع طموحات أكبر، لكن حتى زاد الفوت في ميناء في الأفريقرا وكان نشوف معناتها تقراوا الماتشات شنو اللي صار فيها، معناتها الناس الكل تخدم، الناس الكل قدمت خاصة على المستوى البدني، بنات يلعبوا بروفيسيونيل، باش نحاولوا نحن عن الجوز الأولمبيك إن شاء الله مع المغرب في فيفري، باش يكون تحضير هذاك الكوب دافريك بطبيعته، وإن شاء الله بقدرة ربي. بنات سمير لندولتي، وهذا ترشح للمرة الثالثة في تاريخ السيدات للكأس القارية. فوزي الكرة ماهيش للرجال كهو، ماهيش للرجال كهو، والسيدات نصيب. يظل لي خذت التتاهل بولا تروازيام فوا دوزيام دو سويت، الثاني على التوالي. فريق معناها يضم قرابة 16 لاعبة محترفة، فما سمعت لي فما شكون تلعب حتى في باريس سان جيرمان، فما مليح كانت باش تلعب في المنتخب معناها في لي جون، معناها فريق في جالاتا سراي. النجمه للاسف اصيبت يعني قبل مباراه الكونغو الثانيه، معناها فريق يشرفنا، فريق نتمنوا له النجاح باش نتبعوه في المغرب ان شاء الله في الكندية، ونتمنى لهم التوفيق والنجاح ان شاء الله. ذكرتني خالد المولهي، يعني كنت باش نقز على الحكايه، خالد المولهي لعب محترف ما شاء الله من بين محطاته الاحترافيه، لعب في بلاد تحب الكره النسائيه وعندها تقاليد، لعب في النرويج وعندهم كاس عالم، عندهم كاس عالم، ربحوا كاس عالم، ربحوا كاس عالم ولعبوا في الاولمبيك اتذكر. عندهم تفرج. عندهم نتفرج. كيفاش فوزي كيفاش؟ قال لي كنت نتفرج. لا هذا خبر كان يمشي يتفرج في السيدات. لانهم يجيو كان المنتخب بيتنقل، المنتخب النرويجي للسيدات كان يتنقل، يجي جاي مره لعب في الملعب في الفريق كنت نلعب فيه، وبصراحه يعني شاهدت التدريبات وشاهدت حتى مقابله رسميه. لا بصراحه يعني مستوى عالي. ومن بعد بار كوريوزيتي حبيت نشوف علاش وصلوا للمستوى ذاك. فما دي ستاتيستيك نتاع الفيفا يقولوا لي ديستونس باركوريو ما بين البنات والرجال تقريبا هي بدا، النساء يعملوا 10.5 كيلومتر في الما في في الماتش، الرجال يعملوا 11.5. فهمت يعني ما فماش فرق كبير فوالا يعني. دونك ما فماش فرق يعني كبير. يعني هذا يفند النظريه بانه مورفولوجيا السيده المراه مش كيما الراجل، وبالتالي المجهود البدني يفرق. يفوتوهم الرجال في ناحيه في الفيتاس والبيسانس، لكن على مستوى لونديرونس ولا الكاباسيتي تقريبا نفس الشيء. دونك تفهم اللي في اوروبا على الاقل، ولو انه في امريكا الفوتبول في ميناء ماخو برشا الولايات المتحده ونذكر في الأولمبياد هذه علاقة حتى شخصيا، نذكر نهائي أولمبياد النرويج الولايات المتحدة على الذهبية. هاكا فوزي خالد من تجربة النرويج هناك دروس مستفادة يعني. طبعا من اسكندنافيا طبعا لا لديهم تقاليد في كرة السيدات. مرة جانب جانا فوزي إن شاء الله إن شاء الله. حتى احنا عندنا تقاليد، راهو عندنا تقاليد الرياضة هذه راهي تبعثت تقريبا 2004 2005 أول منتخب تقريبا 2006 عملنا 2008 كان مع سمير لندولسي، سمير لندولسي اللي على يدين ترشحوا هذه المرة الثالثة والثانية على التوالي مع نفس المدرب. وسمير نحييه يعتبر مجاهد في مجاله ومساهل يعني صحيح. البلاد متخبين ورا الرجال ماهيش نفس الميزانية صحيح. ونفس الاهتمام باش ما نخدعوش الناس، يحيى على هذا المجهود وهذه الاستمرارية سمير لندولسي. هو اختصاص راه مش ساهل باش تدرب تكون مدرب منتخب سيدات، معناها لازم تكون كفاءة عالية. ثم مراد باشا، ثم محمد علي الحامي، هذوما ناس اللي خدمت قبل دربت جوست، باش نقولوا كلمتين معناها السبور هذا راه جات بريود المنتخب تحل
ولولا الغيورين ولولا المكتب الجامعي اللي معناها على فترتين نتاعو مرة الأولى مشتش معاهم بعد فترة ثانية راجعوا على المراجعات أنك تستقطب لاعبات كما صار مع الجوار السينيور جبنا برشا بنات جوست شيفر بركة 23 لعبة نعطيك شيفر بالضبط 20 محترفة وثلاثة محليات وال20 فيهم برشا لعبوا في السعودية وفي الإمارات جامد يعني فما خدمة كبيرة فما خدمة لجلب اللاعبات هذوما ديجا ثم موجودة اللي جواز موجودين هناك أيضا من بين نجمات هذا المنتخب ولإكمال هذه التغطية مع سيدات منتخب تونس هناك سلمى الزمزم بعد إصابة مريم حويج وهي لاعبة في الدوري التركي مريم مميزة كذلك هناك سلمى زمزم بورتري مع هذه اللاعبة الواعدة ودائما التحية من أولاد تسعة لبنات الأندلسي أو منتخب السيدات متابعة لهذه اللاعبة سلمى زمزم دائما مع ثنائي سارة بكوش وأنيس موسى أنا بديت الكرة كنت عندي 4 سنين كنت في موين سيكسيون ماترنيل وديما في الكور دو ريكراسيون نلعب مع الأولاد نجري ورا الكرة وكل وبخوف متاعي مشيت تشوف أمي وبابا قالت لهم سلمى تحب على الكرة تحب تلعب وديما شيخة مع الأولاد تلعب كل شيء وديبي بابا ما حبش قال أما مع الأولاد مش باش تلقى بلاستيك وكل أمي قالت له خليها تلعب وتشوف تلقى راحتها ولا لا قعدت نلعب مع الأولاد 7 سنين بعد مشيت نعمل ديتكسيون في الأولمبيك ليوني عملت ديتكسيون 2 semaines أبخي في باريس سان جيرمان واخترت باريس سان جيرمان حبيت نقرأ ما في بي جي كان بعيد التيران ونجمش نمشي للانترينمون وبعد نقرا وبعد دوكو بطلت بي جي مشيت وقريت على راحتي بطلت الكرة سنين على خاطر قلقت منها ولعبت في الفاكولتي لعبنا رجبي على خاطر لازمنا نعملو برشا سبور ونعملو جيمناستيك ناتاسيون كل وكي شافني نلعب البروف دو رغبي قال لي تعرف تلعب ايجا في ليكيب نتاعنا عملنا شامبيونات فرانس يونيفرسيتير ربحنا دوكو عندي تيتر نتاع شامبيونات يونيفرسيتير دو رغبي بعث لي ميساج الكوتش باش يقول لي تحب تجي ليكيب ناسيونال طلبوني زيد ليكيب ناسيونال نتاع المغرب على خاطر امي مغربيه بابا تونسي امي مغربيه ومازال كنت نجم نلعب زادة في إيكيب نتاع فرنسا فرحان جيت ليكيب ناسيونال نتاع تونس تونس في قلبي أنا تونسية 95% ديما نقول 100% ما ننساش أمي مغربية ونحب المغرب زادة أما تونس نحبها برشا نعمل كوب دافري كان حاجة كبيرة عليا باسكو كومبيتيسيون نعرفها تعرفونا برشا ومعروفة برشا كومبيتيسيون انترناسيونال وكي نعملو كوب دافري كبير يا نجمو نمشيو لكوب دي موند سي ان غيف نيميرو 1 ربحت فينال نتاع شامبيونات فرانس في 19 مع باريس سان جيرمان كونتر ليون اي ذكرها جوسكا اجوردي نيميرو 4 4 ماتش في ايكيب ناسيونال و 4 بونتويت
نيميرو 16 بوت اللي ماركيت في الشامبيونا دوزيام ديفيزيون وقت كنت في البي. ريال علي شاليمان شوف لي حل يا 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 ويك ويك على ربيت على ربيت على ربيت رف رف شكرا للزملاء سمير عطافي وسهيد القرفي على مستوى التصوير، ايضا في العمل الصحفي كما قلنا انيس وساره، وايضا وهبي الحمداني في المونتاج يعطيهم الصحه، يعني كانت متابعه لايام وفي اكثر من فتره، اكثر من التورناج كما يقال تلفزيا لبنات سمير الدوسي. خلود اش يعمل كيف؟ يا صحة يا صحة قصه نجاح ان شاء الله راهو منها برشا، لانه ما نجمو نولي عندنا فوتبول دو كاليتي كان باللاعبات كيف شو اسمها سامحني؟ سلمى زمزم. سلمى زمزمي لازم نحفظوا الاسامي هذوما. ان شاء الله راهم في الكوب جيبون، سي تري امبورتون، لانه كاس العالم ترفع من المستوى نتاعهم ونتاع الكره التونسيه. واضح. تحيه لسمير. تحيه لسمير الدوسي اكيد. ويظهر لي المنتخب هذا ان شاء الله بشي يشدنا وباش نتبعوا ان شاء الله الكان هذا ان شاء الله. فوز الروسي يعطيك صحه، شكرا على الحضور. شكرا. قبل الخميس اللي فات خالد بن يحيى، والخميس هذا خالد المول، انا الخميس الجاي خالد اخر، خالد فاضل، خالد عزايز في اطار الخلود. في اطار خلودك معنا يعني في التاسعة سبور، سعداء بتقديم فوز الرويسي تلفزيا رغم انه لا يقدم طبعا. خالد مولا يعطيك الصحة. عايش. برنامج التاسعة سبور مفتوح بما انك واحد من الخلودات. مرحبا بك خالد مولا. كالعادة صاحب القراءة الفنية المتميزة وليس بالغريب عليه خالد. فاهم برومي شكرا. شكرا شكرا حسن. هذا الشكر موصول لكل فريق العمل طبعا الذي امن ثلاث ساعات تلفزيونيه اليوم بالتمام والكمال، نظرا حابين ديما نكونوا ونقعدوا خفاف على المشاهدين، لكن نظرا لاهميه الماده وملفات السي اس اس او كذلك الكلوب مع طبعا القصص الخبريه الاخرى. شكرا لكل فريق العمل بقياده المخرج سمير التركي. نلقاكم دائما في نفس التوقيت وفي نفس القناة دائما مع التاسعة سبورت بتوقيت التاسعة.